العلمين نخلينا بقى ندرس ما قيل عن مجيء الدجال. تعالى من اللي كتبه معلمنا بولس الرسول. ايوه في رسالته الى اهل تسالونيك. ايوه اصلها زي ما هي موجوده. حاضر. يعني ايه بقى بولس الرسول؟ ناخدها مقطع مقطع. هات هات تسالونيك الاولى اصحاح 4. الاخوه الاكارم ركزوا في كل كلمه بيقولها زكريا. بص انت قاعد كده حط ودانك كده على كلام زكريا لان في كلمات كده هنرجع لها تاني. مقطع مقطع تسالونيك الاولى اصحاح 4 ومن ايه 13 الى 18. هيرى كلام ربه. ها ثم لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهة راقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. يبقى بولس الرسول يتكلم عن مجيء المسيح. ماشي. والراقدين في المسيح يسوع ازاي؟ يقول لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع واحد بيقول لك تخيل زكريا بطرس لو قال معما النظيف هو الدجال. انا استبعد. لا بس ركز عشان هيقول على لبولس. هيقول لبولس بتقول يا ابني؟ بيقول لبولس المفروض اللي هو اعظم رسولهم هيقول له بتقول يا ابني؟ اسمع كده. والراقدين في المسيح يسوع ازاي؟ لانه ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام الف سلام عليه فكذلك الراقدون بيسوع. أيوة اللي ماتوا في المسيح. إيه؟ هم راقدين مش أموات. سيحضرهم الله أيضا معه. ماشي. الله الله الله. اللي بعد في المجيء التاني. أيوة هيجي المسيح. ماشي ركز. ويجيب وياه أرواح الذين رقدوا في الإيمان بالمسيح يسوع. ماشي. كانوا أرواحهم في الفردوس فالمسيح هو جاي يجيب الأرواح دي وياه. أيوة وينزل. هيقلي إيه بقى؟ شوف يقول فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب أننا نحن الأحياء. لا بس استنى قبل النقطة دي قبل النقطة دي سمعت الجزئية. أنا بحب شوية أفكر بالمخيخ بتاع المخالف. بيقول لك إن المسيح عندهم ساعة ما الناس اللي ماتت بقى دي كلها. أيوة والمسيح اللي هو الرب بتاعهم وهو جاي في المجيء الثاني هيقوم جايب أرواح كل الإيه الناس اللي ماتوا قبله ويجيبهم ويجي يجيبهم ويجي الأرض على الأرض. يعني ماذا لو هذا الأمر كان فيه قرآن أو سنة المسلمين إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ماذا لو قيل هذا الكلام إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هيجي في المجيء الثاني أو قبل ميعاد الساعة مثلا ويجيب مع المؤمنين ماذا سيكون وأرواح المؤمنين وينزلوا الأرض ماذا سيكون رد زكريا بطرس وعقمته ومنصري على هذه الرواية أو على هذه الآية ماذا لو مش ملاحظين معايا كانوا طلعوا عملوا حلقات ومسلسلات ومسرحيات وبرامج و يقعدوا يضحكوا فيها على الاسلام والمسلمين. صح ولا انا غلطان؟ صح ولا انا غلطان؟ فكروا بفكرهم ماذا لو كان هذا الامر عندنا ماذا كانوا سيفعلون؟ اللي بعده. ايوه كان عملوا مسلسل تركي في الشتم. لا هيجي المسيح ويجيب وياه ايوه ارواح الذين رقدوا في الايمان بالمسيح يسوع كانوا ارواحهم في الفردوس فالمسيح هو جاي يجيب الارواح دي وياه وينزل. هيقلي ايه بقى؟ شوف يقول فاننا نقول لكم هذا بكلمه الرب اننا نحن الاحياء الباقين إلى مجيء الرب. أيوه. ركز. نسبق الراقدين هم سبقونا ويتمهم سبقنا. ماشي. نكمل ويقول لأن الرب نفسه مال الرب نفسه مال يا رب
لا يا عم جوز لم يحترموا ربا ولم يحترموا نبيا ولم يحترموا شعبا ولم يحترموا رسلا. بيقول للرسول بتاعه الرب نفسه ماله يا ابني اسمع تاني تاني يكمل نور، لأن الرب نفسه الرب نفسه ماله يا ابني، ماله يا عم بيرس الرب نفسه ماله يا ابني. تخيل انت، تخيل انت واحد بيقرا مثلا قران واتجت مثلا مثلا اتقال فيها لان الرب مثلا، واحد قال لو واحد عمل زيه كده بيقول للرسول بتاعه الرب نفسه ماله يا ابني ماله يا ابني. بيكلم رسوله بيقول له الرب نفسه ماله يا ابني. خبل خبل خبل، العين في العقيمة مش فين. لأن الرب نفسه مال، الرب نفسه ماله يا ابني، ماله يا عم بيرس أنا وأنا بحضر الفيديو وسمعت الرب نفسه ماله يا ابني وهتك يا ضحك الله المستعان. لأن الرب نفسه مال، الرب نفسه ماله يا ابني، ماله يا عم بيرس، ماله يا بولس الرسول بعد ايه بقى؟ بعد ايه بقى؟ بل ماله يا بولس الرسول؟ لان الرب نفسه عندكم مات وشبع موت. الرب نفسه ماله يا عم بولس؟ اصل عجباني، ماله يا بولس الرسول؟ عجباني اصلا. لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكه وملك الله. زيطة كبيرة أوي، برافو عليك. سوف ينزل لا من السماء. لا 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 استنى ما نشوف بس الزيطة بتاعت ربك الكبيرة أوي دي. جدع محمد محمود مون، شوف محمود مون قال لك إيه، احترموا الشيطان فقط. برافو فعلا. أنا بقول لك أهو زكريا بطرس حتى في كتابه شتم البشر، قال على الإنسان يعني كجحش الفرى يولد الإنسان. ممكن واحد يقول لك لا هنا يقصد الكفار، لا 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 لا، الإنسان في النص ده يقصد بها جميع البشرية. وكما البهيمة هكذا هم، سماهم بهايم، كخراف ضالة لا راعي لها سماهم خراف، سماهم بهايم وخراف وكجحش الفرى يولد الإنسان وخراف ضالة. إلا الشيطان الرب عندهم برضو اتشتم، اتقال عنه خروف واتقال عنه بجهالة واتقال عنه مقتول ومقبور وبيطلع دخان من مناخيره والكلام ده كله. خلاص البشر اتشتموا، الانبياء اتقال عليهم زنا وسريقي وقتالين والكلام ده كله، الا الشيطان الوحيد الذي اله الوحيد الذي لم يسب ولم يشتم في كتاب زكريا بطرس. انتوا عارفين مين؟ مين مين؟ الشيطان، والله العظيم الشيطان. الشيطان انت عارف اتقال عليه ايه في كتاب زكريا بطرس؟ اتقال عليه اله هذا الدهر. طبعا هم مش عايزين يحطوا الشيطان اقل من اله، يعني مش عايز يشتم الشيطان، فقام قال لك اله هذا الدهر وخلاص. قال عليه اله اله اله. راجعوا تفسير النص ده هتلاقوا بيتكلم عن الشيطان الذين فيهم اله هذا الدهر. اله هذا الدهر دي تعني عندهم الشيطان. انت متخيل؟ متخيل شتموا الكل الا الشيطان، الشيطان الوحيد اللي ما اتشتمش. الرب نفسه ماله يا ابني، ماله يا ابني بولس الرسول؟ بعد ايه بقى ما خربتها؟ ويكلمهم سبقنا، يكمل يقول لان الرب نفسه مال، الرب نفسه ماله يا ابني، ماله يا عم بولس، ماله يا بولس الرسول؟ يقول لأن الرس مال، الرب نفسه مال يا مال يا عم بولس، مال يا بولس الرسول؟ يقول لأن الرب نفسه بهتاف أي بصوت رئيس ملائكة وملك الله. زيطة كبيرة أوي. أنا سوف ينزل من السماء في الليلة الكبيرة دي حاجة عظمة. أيوة. والأموات في المسيح سيقومون أولا. أجسادهم المدفونة في الأرض
هتتجمع وتقوم من جديد. ماشي. يا بنا، يعني ايه تتجمع الاجسام دي؟ ده التراب، هو يعني هو اللي خلقها من التراب الاول، ما يقدرش يجمعها تاني؟ ماشي ولا احنا بنتكلم على امكانيات بشر؟ ماشي. بنتكلم مع اله. ما هو سبحان الله، الإله ده نفسه بقى عندكم اتقتل ومات. سبحان الله. ثم نحن الاحياء الباقين ركزي. سنخطف، سنخطف ايوه، جميعا. انت مش عارف اللي انا فعلا في عقيده خطف. مين اللي بيخطف؟ مش المسلمين، مش المسلمين هم اللي بيخطفوا، امال مين؟ الرب بتاعهم بيخطف. ايه الكلام ده؟ الكلام ده هتلاقيه في الفيديو الجاي.